السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد النهاردة ليسون 4 وليسون 5 ليسون 4 عند ليسون 5 من يونت 9 منهج كونكت صف الثالث الترم الثاني وكتاب قطر الندى. يلا بينا نشوف أول حاجة ليسون 4 vocabulary الكلمات هدية اسمها present سعر price طبعة printer أميرة princess دي طبعا ال P هنا هناخد بقى ال B الخفيفة ال bracelet خدناها قبل كده bracelet اللي هي أسورة bracelet فرشاه brush فرع شجرة branch أو branch بالأمريكي branch أو branch مقشة broom خبز bread بني brown عندي كمان other words كلمات أخرى apple hole sphinx بيت إلى H بنقراها F sound sphinx أثر monuments آثار monuments يرتدي wear حديقة حيوانات الجيزة giza zoo طيب look listen and read يلا بينا نقرأ the present is a printer with a price يعني الهدية بتكون طبعة والسعر عليها The branch is brown. الفرع الشجرة لونه بني. The branch is brown. The princess wears a bracelet. The princess wears a bracelet. اللي هي الأميرة بترتدي سوار أو أسورة. Look, match and write activities بقى. Broom مكنسة اللي هي br. Present بيت إلى r. Brown بخفيفة r. Princess بتقيلة R هنكتبهم ونوصلهم read and circle number one printer اللي هي الطبعة number two branch الفرشة number three brown بني number four branch اللي هي غصن الشجرة وهنا هنبتدي نكتب اللي كوتشا number three look and write bread خبز price سعر broom مكنسة نبدأ برضو look and write present هدية princess أميرة bracelet اللي هي سوار question number five look listen and complete انظر واستمع ثم أكمل number one the fabric is brown القماش لونه بني number two the princess wears a bracelet الأميرة ترتدي سوار number four the museum has many monuments المتحف لديه العديد من الآثار number four there is a bird on the branch يوجد عصفور على الغصن sphinx اللي هي أبو الهول bread الخبز البنكتويشن خدناه قبل كده بيقول لي البنكتويت تذكر remember قلنا أول حرف في الجملة بكتبه capital أول حرف أسماء الأشخاص بكتبها capital برضو عندي لو هي جملة عادية حط في الآخر فول ستوب نقطة لو سؤال بحط كويتشن مارك بس أهم حاجة يعني إن أول حرف بعمله كابيتال ده سواء كانت بقى جملة عادية جملة خبرية أو سؤال بأول حرف في أول كلمة لازم نعمله كابيتال أسماء الآثار والأماكن المشهورة برضو بعملها كابيتال زي ذا سفينكس بعمل التي والإس جيزا زو الجي والزد لوكسور ميوزيوم الإل والإم إيجيبشن ميوزيوم برضو الإي والإم أي مكان مشهور نهر النيل بقى متحف المصري برج القاهرة أبو الهول الأهرامات متحف الأقصر اللي هي حديقة حيوان الجيزة كل الأماكن المشهورة لازم طبعا جوا مصر أو برا مصر لازم نعمل الحروف بتاعتها أول حرف كابيتال زي برج إيفل في فرنسا كمان بنعمل أول حرف في كابيتال زي تمثال الحرية في أمريكا برضو بنعمل الحروف بتاعته كابيتال أول حرف أسماء البلاد والمدن زي إيجيبت مصر الإي كابيتال فرانس أو فرانس الإف كابيتال كايرو السي كابيتال جيزة
الجي كابيتال يبقى أي مدينة أو أي بلد بنعمل أول حرف فيها كابيتال. هنا بيقولي بانكت ويز ذا فولوينج باراجراف، عندي باراجراف عايزة أعمل أول حرف فيه كابيتال، أو بنشوف إيه اللي هيتعمل فيه كابيتال. عندي هنا the Egyptian Museum، the بعمل التي كابيتال، كمل الجملة بتاعتي عادي. لو فيها بقى أسماء أشخاص أو فيها أماكن مشهورة بنعملها كابيتال، بنقول the Egyptian الإي بعملها كابيتال، Museum الإم كابيتال، has many beautiful monuments بحط فول ستوب، خلصت جملتي بحط فول ستوب. عندي كمان يو اول حرف كابيتال، يو كان باي بريزنت ات توت عنخ خان الخليلي، ده مكان مشهور. الكي كابيتال، الاي كابيتال، والكي الثانيه كابيتال. ان كايرو عندي السي كابيتال وبحط فول ستوب. عندي كمان باراجراف، انذر باراجراف، وي الدبليو كابيتال، وينت تو جيزا، جيزا الجي كابيتال، يسترداي خلصت جملتي بحط فول ستوب. إت ببدأ جملة جديدة برضو بكابيتال، الإت الآي كابيتال، إز إن إيجيبت الإي كابيتال وبحط فول ستوب، وي الدبليو كابيتال، وينت تو جيزا الجي كابيتال، زو وي الدبليو كابيتال، أولسو فيزيتد ذا سفينكس الإس كابيتال وبحط فول ستوب. طيب ليسون 5 تعال نشوف الكلمات بتاعته. حجار ملونة اسمها colored stones، colored stones. المصريون القدماء ancient Egyptians، ancient Egyptians، ancient Egyptians، colored stones، colored stones. ancient Egypt دي مصر القديمة، ancient Egypt، ancient Egypt. أسد lion، lion. طائر bird، bird. الهرم الأكبر the great pyramid، the great pyramid. قناع توت عنخ آمون، توت عنخ آمونز ماسك، توت عنخ آمونز ماسك. حشرة insect، insect. يبقى colored stones، colored stones. ancient Egyptians، ancient Egyptians. lion، lion. ancient Egypt، ancient Egypt. bird، bird. the great pyramid، the great pyramid. توت عنخ آمونز ماسك، توت عنخ آمونز ماسك. insect، insect. other words كلمات أخرى. important اللي هي هام، important. في البداية at first، at first. ago، ago. ألوان ساطعة bright colors، ago يعني منذ، bright colors. الجي اتش هنا silent، يبقى important. at first، ago، bright colored colors، bright colors. خاص أو مميز special، special، special. أخيرا last، last. رائع fantastic، fantastic. نساء women، women، women. كل يوم every day، every day. ثم then، then. مشهور famous، famous. رجال من، من. طيب نشوف regular verbs اللي هي أفعال منتظمة. use، used. use، used. طيب أفعال غير منتظمة think، thought. think، thought. طيب jewelry in ancient Egypt، Egypt اللي هي المجوهرات أو الحلي في مصر القديمة. why do you think ancient Egyptians like jewelry؟ لماذا في اعتقادك أو لماذا تعتقد أن المصريين بيحبوا المجوهرات؟ ليه المصريين القدماء بيحبوا المجوهرات؟ يعني هو بيسألني في اعتقادك لماذا يحب المصريون القدماء المجوهرات؟ تعالوا نقرأ كده.